السلام عليكم اخوان، تحياتي لكم، مرحبا بكم على سباتي فوق الاخوان. اليوم عندنا واحد مقارنه ديال جوج هواتف من نفس الفئه ديال المعالج، ريدمي 12 سي اللي هي الاخر جد ايامات، والريلمي نارزو 50 ا. غنديروا مقارنه بيناتهم. علاش؟ لانهم عندهم نفس المعالج هيليو جي 85. حنا غنقولوا لكم مقارنه في الكاميرا، في الباتري، في الاداء ديالو، في الثمن، وانتم غادي يعني غتشوفوا اللي يناسبكم واللي يعجبكم. المهم نبداو بهم بجوج، نشوفوا الهواتف بجوج الاخوان. هما الاخوان ريدمي 12 سي وايضا ريدمي نارزو 50 ا. اوكي الاخوان، دابا غنبداو في الشكل ديالهم، الديزاين ديالهم تقريبا الديزاين الاخوان كيبان ليا بحال الاخوان. بجوجهم بالبلاستيك يعني حرش باش ما يكونش داك التقبع. الاطار ديال الكاميرا تا هما بجوج هنايا. انا هذا التصميم ديالو الاخوان، هذا بالنسبه للتصميم. دابا ننتقلوا الاخوان للحجم. الحجم هذا في 6 النازو في 6.5 بوص، وهذا في 6.71 بوص. هنا راه كيبان لك بحال طول منه شويه، ها هو طول منه شويه الاخوان. زائد الاخوان غنتقلوا البارتي هنايا، ها هما كاينين بجوج سبيكر. كاين هذا الريدمي 12 سي، الريدمي 12 سي كاينه شارج بلاص شارج كونيكتور ديالو فيويت، وهنا لتحت ديال النارزو كاينه تيبسي، النارزو كاينه تيبسي. ايضا عندنا سبيكر، وعندنا ايضا الجاك، هنا كاين الجاك هنا لتحت، وفي الريدمي نفس في الريدمي 12 سي كاين الفوق. هادو بالنسبه لتحت الاخوان، بالنسبه للكونيكتور سبيكر وايضا الجاك، يعني تقريبا بحال غير هذا 12 سي فيه فيويت وهذا فيه تيبسي. ننتقلوا الاخوان الكاميرا. الكاميرا اخوان بالنسبه للنارزو عندنا فيه ثلاثه الكاميرات، وبالنسبه للريدمي 12 سي عندنا فيه جوج كاميرات. النارزو عندنا الكاميرا الرئيسيه فيها 50 ميجا بكسل، وبالنسبه ل 12 سي اي 12 سي ايضا فيها 50 ميجا بكسل. هنا عندنا جوج كاميرات في النارزو زايدين، ديال البورتري وايضا ديال الماكرو. هنايا كاين ديال الماكرو بوحدو في 12 سي، هذا البورتري والماكرو فيهم جوج ميجا بكسل، جوج ميجا بكسل، وهذا فيه 0.008 بكسل. ايضا جاونا عاوتاني تقريبا نفس التصميم، لون بريت هنايا، هنا كبر منا شويه، هنا صغيره، ولكن نفس الفونكسيون ديالهم على هاد الشكل. هنا مكتوبه الريدمي، هنا النارزو. ايضا بالنسبه الفوليوم ديالهم، الباور ديالهم تقريبا، وبالنسبه للسمك وبالنسبه للرق هذا رق منا شويه، وهذا شويه غليظ عليه. علاش؟ لان هنا البطاريه عندنا فيه البطاريه 6000 ملي امبير في النارزو، 6000 ملي امبير، وهنا عندنا فيه 5000 ملي امبير الاخوان. بالنسبه للشاريو الاخوان عندنا داتي، بالنسبه للشاريو طاطات، بالنسبه للشاريو هنايا، بالنسبه للشاريو ديال 12 سي، ها هو 12 سي. ايضا بالنسبه للنارزو هاهو الاخوان، هما بحال يعني دو كارت سيم وكارت ميموار، يعني كيركبو بجوج كارت سيم، دو كارت سيم وكارت ميموار كيركبو بجوج، ثلاثة يعني بثلاثة يركبو دقة وحدة. هادو بالنسبة للشاريو الاخوان. نمشيو دابا الاخوان الافيشور ديالو. افيشور الاخوان جانا بالاي بي اس ال سي دي، هذا اي بي اس ال سي دي وهذا اي بي اس ال سي دي. هذا اي بي اس ال سي دي جانا يعني في الوضوح ديال الوضوح ديالو في الإضاءة ب 570، 570 وهذا ب 500، يعني هذا مثلا يعني في الشمس يقدر يبان أحسن من هذا، فهمتيني؟ الإضاءة ديالو غيبان أحسن منه. زائد أيضا الأش دي بليس كيدعمو بجوجهم الأش دي بليس، إل سي دي أش دي بليس. البطارية قلنا الإخوان 6000 ملي أمبير، 5000 ملي أمبير. أشنو غيبقى لينا؟ غادي يبقى لينا الإخوان بالنسبة للشارجور، الشارجور الإخوان بالنسبة للريدمي. كاتشي رجعو هنايا، بالنسبة للريدمي 12 سي الشارجور ديالو الإخوان جا بعشرة واط، الكابلي ديالو وجا بعشرة واط. بالنسبة للنارزو تا هو الكابلي ديالو جا، جاب الكابلي بالكابلي ديالو الشارجور ديالو جا ب 18 واط، يعني هنايا هذا جا ب 18 واط الإخوان.
بالنسبه للمحتويات العلبه كيف قلنا هنايا كاين واحد الابره ديالو اللي باش كتجبد الشاريو هنا في 12 سي ما كاينش البوشيط وهنايا في لين مينارزو كاين البوشيط ديالو هذاك الشيء اللي بان ليا ياك المهم حنا كنقول لكم هذاك الشيء على حساب ليكسبيريونس ديالنا وكنهضروا زعما بعفويه بحال انت كليان ديالنا هنا في المحل كتقول لي شنو هو اللي مزيان كنقول لك شنو هو اللي المقارنات بيناتهم فهمتيني يعني كنشرحوا داك الشيء بعفويه عادي بحال جيتي عندنا يعني ماشي ضروري خصنا نبقاو نحافظوا نعطيك دوك لي مو تكنيك بزاف عليك فهمتي داك الشيء عادي خذو سامبل وانت غادي يبان لك الفرق المهم راه كاين الفرق راه كاين الفرق في الباتري كاين الفرق مثلا بالنارزو كاين الفرق في الباتري كاين في الكاميرا كاين في الشارجور في البوشيط وبالنسبه لك كيف ما كتعرفوا على السباتافون دائما ملي كتاخذ اي حاجه من عندنا حنا في الجديد راه دائما جوج كادوات كيت او سيبور هادو يعني هذا جوست من عندنا ونذكركم عاوتاني بهاد القضيه ديما في اي فيديو كنديروها كنحاولوا نذكروا الناس اللي عندنا الناس اللي كيشاهدوا الفيديو او الناس المتتبعين ديالنا ها هي كنذكروا ها هي كتدخل سباتافون كتدخل سباتافون دائما الاخوان الباج ديالنا ها هي كتكتبها سباتافون كتكتب سباتافون طططط غطلع لك سباتافون ها هي كطلع لك شا ها كتهبط شوي قبل ما تشوف لي زانوج كتلقى واحد البارتي هنا اي بانك ديالها هي كتكليكي عليها ملي كتكليكي على الاخوان كيطلع لك لا ليست كاع الاثمنه اللي كاع السبعه اللي عندنا في المحل هايشا يعني دا هو في الاول جديد كاين انفينيكس ريدمي سامسونج اوبو ريالمي هواوي طابليطات ساعات ذكيه يدير كلشي سماعات بلوتوث ليزاكسيسوار هواتف مستعمله وهاد لا ليست الاخوان هادي هاد لا ليست ديما فيها الميزاجور يعني ميزاجور كل نهار كل ساعه كل ساعتين على حساب مثلا بياسه عندنا هنا في الفيترينا مستعمله تباعات راه كنحيدوها من لا ليست جبنا شي بياسه جديده راه كنديروها في لا ليست هذيك لا ليست راه كتعتمدوا عليها مزيان وحنا يعني حنا كتهنينا يعني بنادم كيسول الكليان ديالنا كيسولك اشنو عندك في المحل اشنو هذي كتقول لها يلاه لازم تدخل قلب مع راسك ملي كتعجبو شي حاجه ملي كتعجبو شي حاجه عندنا في المحل كيتواصل معنا كنصوروه ليه ولا كنديروا ليه فيديو اولا كيجي للمحل على حساب حيت حنا كنديروا ليفريزون يعني في كازا خارج كازا في المغرب كله وكتوضح لي داك الشيء في الواتساب هذا الشيء اللي كاين اخوان تبارك الله عليكم الله يسخر الامور.